لكن في الاخر والله يا كريم، في الاخر يعني اتمنى التوفيق للنادي الاهلي، طبعا اتمنى التوفيق ان شاء للفرق الله العربيه، ان الفرق شاء الله. المصريه. احنا بنتكلم معترك كبير، وعلى فكره عايز برضه اقول ان اتفضل. ماتش العوده مش هيبقى سهل. ايوه مش هيبقى سهل ايه تحكيميا؟ كل حاجه يعني انت بتتكلم، لا بقى التحكيمين في مصر الناس كلها هتبقى فير، يعني انت بتتكلم نهائي في قبل نهائي افريقيا، العالم كله بيتفرج عليها. لكن انا بتكلم كاجواء الفرقه دي، انا لعبت لها جوه ولعبت لها بره. يعني مازيمبي انا لعبت لها جوه في مازيمبي، ولعبت لها بره بره قد جوه 10 مرات. لان لعبت لها، بقول لك قبل النهائي خرجوا معايا في قبل النهائي 2014، وفي النهائي 2015 في ملعب اتحاد العاصمه في الجزائر. مستواهم كان معايا نفس الفرقه على فكره، ما اتغيرتش خلال سنه غير الاجواء دلوقتي. لعبت بره قد ما لعبت جوه 10 مرات. فبالتالي انا بقول لك الماتش في العوده هيبقى صعب جدا. اداء الفرقه بره بيبقى مختلف تماما عن احسن كتير من اداها في ملعب صحيح. لومبنباشي. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشة محللنا التحكيم، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.